افضل صفقه من صفقات الاسماعيلي السنه دي من افضل وجهه صفقه نظرك؟ من وجهه نظري انا صالح جمعه. صالح جمعه ما كانش حد. اتفق معك. احنا سمعنا ان صالح جمعه يعني في مفاوضات، انا ما كنتش والمصري دخل في المفاوضات، بس طبعا يعني رئيس المصري كامل ابو علي حاجه ومعروفه، واحنا قلنا خلاص هو هيخلص في المصري، بس صالح جمعه قدر رغبته ان هو يلعب في الاسماعيلي. وباسم مرسي راس حربه طول عمره مهاجم. طبعا الناس هتيجي تطلع تقول لك هو من امتى هو باسم مرسي ده مهاجم ومش مهاجم، لا انا بقول لك باسم مرسي مهاجم وهيرجع المنتخب من بوابه الاسماعيلي، وصالح جمعه هيرجع المنتخب من بوابه الاسماعيلي، والصفقه اللي هتبقى حاجه هو من ابن اسماعيليه وبيعشق الاسماعيلي وقالها قبل كده محمود الشبراوي هيبقى من انجح الصفقات برده في الاسماعيلي. صفقه عبد الرحمن مجدي ماشي؟ لا ما اعتقدش، لا عبد الرحمن مجدي مكمل. اتمنى بس من احمد مدبولي برده يكمل، لان معلش في الكلمه انت العقد بتاعك هيخلص في شهر واحد، وليك حق ان انت تتوقع لاي فريق وهتمشي فري، بس انا بقول لمدبولي والله العظيم الاسماعيلي هيبقى السنه الجايه حاجه تانية، يعني حاجه تانية. احنا انت جيت شفت الحب اللي في جمهور الاسماعيلي، الجمهور كان بيدعمهم، يعني احنا كجمهور كان الجمهور بيدعم في الخساره قبل المكسب، يعني في الخساره دي كنا بنقف معاهم وعادي وهنروح ونساند، كنا بنبقى خسرانين الماتش اللي بعده الجمهور بيسبق اللعيبه على الاستاد، في لعيبه اصلا معينه بتصدم من الجمهور يقول لك هو احنا خسرانين ازاي، جدوم جم ازاي وحضروا، وهنفضل ورا الاسماعيلي احنا مش هنسيبه، هي دي طبيعتنا. النهارده في تدريب بجمهور؟ لا جمهور لا، اول ما مهندس يحيى الكومي طلع قال لك لا الامن رافض، فلسه في حوار مع الامن، احنا بنتمنى ان الامن يوافق وندخل نحضر التمرين وعادي مفيش مشكله ونوري اللعيبه الجمهور.